ماذا نعرف عن أصول إبراهيم باشا البرغلي؟ هل تواصل مع عائلته مرة أخرى؟ وهل جلب أفرادا من عائلته إلى إسطنبول في زواجه حقا؟ كيف كان لقاؤه الأول مع الأمير سليمان؟ وما هي المعلومات المعروفة عن المرحلة الأولى من حياته؟ عن هذه الأسئلة أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارت ثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. يعتبر مقبول إبراهيم باشا الذي أصبح يعرف بعد ذلك بمقتول إبراهيم باشا من أكثر الأشخاص إثارة للاهتمام في عصر السلطان سليمان القانوني. يعود هذا طبعا إلى المكانة التي وصل إليها وإلى المواهب منقطعة النظير التي تمتع بها. يعتقد أن إبراهيم كان تقريبا في نفس عمر سليمان أو أنه كان أصغر منه بسنة أو سنتين. ولد في برغة شمال شرق اليونان ولذلك يطلق عليه البرغلي. ربما لم يكن إبراهيم يونانيا نموذجيا لأنه كان يتحدث لهجة سلافية، ولكن هذا أيضا ليس أمرا مفاجئا باعتبار أن عدة عائلات سلافية قد عاشت في أراضي برغة في تلك الفترة. ربما كانت عائلة إبراهيم واحدة منهم، أو ربما جاء من أصول مختلطة بين السلاف واليونانيين. لا يعرف الكثير عن عائلته، إلا أن المؤكد هو أن والده كان بحارا أو صيادا، وأن إبراهيم قد بحث فعلا عن عائلته بعد ذلك وجاء بأبويه وأخويه ليحضروا حفلة زفافه من محسن خاتون. هناك روايتان عن طريقة أسر إبراهيم باشا وأخذه إلى إسطنبول. تقول الرواية الأولى أن الأتراك قد قبضوا عليه ووجد نفسه في سوق العبيد لتشتريه بعد ذلك أرملة من مانيسا وتقوم بتربيته بشكل جيد. علمته العزف على الكمان فكان يجيده بطريقة كبيرة، وعندما عين سليمان حاكما على سنجق مانيسا سمع عزف كمان إبراهيم وبدأ فورا في البحث عن مصدر الموسيقى ليجد إبراهيم. وهذه الرواية طبعا هي التي تبناها مسلسل حريم السلطان، ليست من خيال الكاتب وإنما هي رواية موجودة ولكنها طبعا ليست مؤكدة 100%. المهم كان سليمان مفتونا بمهارات إبراهيم الموسيقية ليكتشف فيه بعد ذلك مواهب أكثر بكثير. اصطحبه طبعا إلى منزله الأميري، ومع مرور الوقت نشأت صداقة قوية بينهما. نأتي الآن إلى الرواية الأخرى والتي تقول أن إبراهيم قد وقع في الأسر في عهد السلطان يزيد الثاني، وأنه كان تحت إمرة حاكم البوسنة إسكندر باشا ليقوم بتربيته هو وبناته حفصة ومهر الشاه، حيث ربت هذه الأخيرة الملقبة بالسيدة حاجي إبراهيم وأحسنت إليه على أفضل ما يكون. أشار إليها إبراهيم في رسائله اللاحقة بالمرأة المحبة وقال: إكليل الحسنات اللامتناهي ونقاء الخيرات يستمر حتى يوم القيامة. توفيت هذه المرأة سنة 1527 ولقد قام إبراهيم بالكثير من الصلوات على روحها. ويرجح طبعا بأن زوجة إبراهيم محسنة خاتون قد كانت تنتمي إلى العائلة التي ربته. ووفقا لهذه الرواية كانت عائلة إسكندر باشا مؤثرة للغاية، وعن طريقها تعرف سليمان على إبراهيم وأعجب به ليصبح العبد الخامس له، حيث ذكرت سجلات مانيسا أن راتب إبراهيم في ذلك الوقت كان 3 قطع نقدية في اليوم، وأن إبراهيم كان مدرجا في هذا السجل باعتباره العبد الخامس إبراهيم الألباني. وأن إبراهيم كان مدرجا في هذا السجل باعتباره العبد الخامس. وطبعا فإن حياة إبراهيم ستنقلب رأسا على عقب عندما يصل رفيقه إلى العرش ليصعد معه هو إلى عرش النسر. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.